بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا أخدنا مفهوم الأوبجكت أو الأوبجكت أو السنجلتون، والمرة دي هناخده برضو تاني السنجلتون تاني، بس هناخد فيه شوية حاجات تخص الإكسبريشنز بتاعته. فعملت الفايل بتاعي جوه باكج اللي اسمها أوبجكتس، وعرفت أوبن كلاس اسمه بيرسون، عادي جدا بياخد مني تو أرجمنتس اللي هو النيم وده سترينج، وياخد مني الإيج والإيج العمر أنت. وبدأت الكلاس بتاعي عادي جدا، جواه هعمل انيشيت للكونستراكتور بتاعي، هعمل فيه بس هو ما يحصل انيشيشن، هيطبع لي بس النيم، يطبع لي الاسم، وممكن الايج، ويطبع لي الايج بس، يعني مجرد بس هو ده الكلاس بس بتاع البيرسون ده. ماشي، ده كلاس عادي جدا، اوبن كلاس عادي جدا نورس منه. بس انا هعمل جواه فانكشن هسميها مثلا ايت، وبترترن على طول، مش هقعد اكتب جواها فانكشن بادي يعني وبتاع. قلت برنت لاين مثلا، واي كلمه مثلا ايتينج فود مثلا، تمام. وتعال نعمل واحده فانكشن ثانيه زيها مثلا لبري مثلا، تعال نقول مثلا ايه توكينج، ماشي خليك توك، واقول له ايه ونقول توكينج ويز بيبل، تمام. وناخد اخر واحده مثلا اللي هي مثلا اخر فانكشن نعملها مثلا اللي هي pray، بس عملتها open function عشان يبقى كل واحد بيغيرها بمزاجه. والفانكشن pray هقول له praying god، ماشي praying god. وتعال الفانكشن بقى اللي اسمها مين، قبل ما اخش الفانكشن اسمها مين، بقى عندي open class عادي جدا بياخد نيم وايج، وعنده شويه فانكشنز عاديه ايت وتوك وبري وكلام زي كده. هعرف مثلا اوبجكت سميته مسلم، وجيت بقى ومتعرفه بشكل مختلف، قلت اوبجكت، خد بالك بقى عشان ده طريقه ثانيه غير اللي احنا خدناها المره فاتت، اوبجكت وكولون، دي الجديده بس اوبجكت وكولون. وعرفته من بيرسون عادي، وكتبت اسمه محمد، خلاص ده البيرسون. بيرسون انا فاكر اوبجكت وكولون، بس انا عايز استخدمه الفكره بتاعته بفكره الاوبجكت. فعرفت النيم محمد مثلا، واديته الايدج مثلا ايه 56. ممكن ما اعملش، ممكن اعمل سيمي كولون كده وخلاص، ان الكلاس بتاعي خلص. لكن انا لو عرفت اوبجكت، اكن عايز اعمل اوبجكت وارث من الكلاس ده على طول دلوقتي على الطاير، فهم فاتح قوس البدايه وقوس النهايه كده الكير براكتس ديت، وهعمل اوفر رايد مثلا للفانكشن اللي اسمها مثلا براي مثلا، عشان دي الوحيده الفانكشن اللي احنا عاملينها اوبن. طبعا قال لي سوبر دوب بري عشان ندى على الشغل اللي كان موجود في البيرسون. قلت له لا، مش عايز ندى على الحاجات اللي موجوده في البيرسون ولا حاجه، انا هقول بس بتساوي على طول، وهعمل برنت لاين واغير الايه البرينج جاد دي نخليها ايه اي كلام تاني مثلا. فاقول مثلا برينج تو الله از ذا وان اند اونلي، ماشي وسيمي كولون. انا كده عملت ايه؟ كان عندي كلاس عملت منه اوبجكت بمفهوم الاوبجكت بقى اللي احنا اخدناه اللي هو السنجلتون عادي. فدلوقتي لما اجي اقول ايه مسلم ايت، مسلم توك، مسلم براي، كل حاجه تشتغل عادي جدا بس بالمفهوم بتاع السنجلتون اللي احنا شفناه. بس ده شكل تاني من الايه، من اشكال السنجلتون. تعال نعمل ران زي ما احنا شايفين. قال لي الايه البيانات بتاعتي عادي جدا، طبعا قال لي الايتنج والتوكينج والبراينج والنيم محمد والايج 56 الى اخره. وبكده نكون اخذنا الشكل الثاني من الايه السنجلتون او الاوبجكت ديكلاريشن.